مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وسهرة متميزة من سهراتنا الرمضانية. زي ما عودناكم كل ليلة في رمضان المبارك إنه نطلع لكم بشيء جديد. صراحة هذا يمكن مش جديد عليكم، لأن الأستاذ محمد التميمي كان يطلع كل يوم ثلاثاء معكم في حلقة عن الأسر المنتجة وريادة الأعمال. تكلم مع الأستاذ خالد في عدة حلقات كيف ممكن نبدأ بزنس في كندا، شو طرق البزنس، شو طريقة بداية البزنس، مين الهيئات الحكومية في كندا اللي ممكن تدعمك لبداية البزنس، كيف ممكن تأخذ قرض، وكل هاي الأمور تكلموا عنها بديتيلز يعني كثيرة. واليوم بدأنا في الحلقة ثانك الرابعة هاي أستاذ محمد، صحيح؟ هذه الرابعة. نعم نعم، اللهم زد وبارك إن شاء الله إن شاء الله. ويعطيكم العافية. اليوم في الحلقة هاي حنتكلم مع ناس ذوي خبرة في موضوع ريادة الأعمال، ناس بدأوا بزنس باي ذيمسيلف في كندا. خلينا نرحب في ضيفتنا الأولى الدكتورة دعاء خيري. أهلا وسهلا فيك دكتورة. اهلا وسهلا بحضراتكم، واهلا استاذ محمد دكتور جمال، وتحياتي ليكم وللساده مستمعينكم ومشاهدينكم، ورمضان كريم. رمضان علينا وعليك كريم. رمضان كريم. الدكتوره ضياء اللي ما بعرفها، الدكتوره دعاء 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 سوري دكتوره دعاء اللي ما بعرفها من مش دكتوره طب ولا جراحه، بس دكتوره بت 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 بتفصفص الفلوس والبزنس فصفصه. بروجكت مانجرز، وشيز بزنس كونسلتنتس مع عده شركات ومع الحكومه الكنديه، بتحاول تساعد بدا البزنس اللي بادئين جديد. وكانت معنا في حلقه سابقه وبنرحب فيها مره ثانيه في بيتها وبين اهلها وفي قناتها. اهلا وسهلا فيك استاذ دعاء. اهلا بحضرتك. هو انا شغلي الاساسي بروجكت مانجر في المنسبال جوفرمنت في سيتي اوف تورونتو، ولانه انا البي اتش دي وبعدين سيرتيفايد بروجكت مانجر بي ام بي ومانجمنت كونسلتنت، فمجال ده ماي بيس اوف هارت، يعني ماي بيس اوف كيك اللي انا بساعد بيه الكوميونتي واي سمول بزنس، سمول او يعني ميديوم او اني بزنس. سو ذاتس ماي سبيشاليتي. دي الحاجة اللي قريبة قوي، ودي الحلقة الحقيقة يعني بتشرف ان انا thank you لاستضافتي فيها، لان دي حاجة قريبة من تخصصي ومجالي وعزيزة على قلبي. ان شاء الله نكون خفاف على الناس ونفيدهم معلومات مهمة. اهلا وسهلا دكتورة دعاء، وطبعا اهلا وسهلا دكتور جمال صديقي العزيز. دائما بحكي لك لا ينبئك مثل خبير، فإحنا اليوم لقاءنا لقاء الخبراء، فبما أنه لقاء الخبراء معنى ذلك إحنا اليوم مفروض نطلع بشيء على أرض الواقع. طبعا مثل ما حكى الدكتور جبال، إحنا في اللقاءات الماضية كنا بنتكلم عن البزنس، بنحاول نشجع الناس حتى يكون عندهم their own businesses، وبنشجع الناس اللي عندهم أفكار لا تتردد، كن جريئا، اقتحم. وكنا نتكلم عن الفرص في وقت الأزمات، وتكلمنا عن الفرص في وقت الكورونا وجبنا أمثلة كثيرة. كان معنا الأستاذ خالد القدرة، وأبلى بلاء حسنا، وإن شاء الله الأيام اليوم يعني نستكمل هذا البلاء الحسن بالمعلومات اللي الواقعية على أرض الواقع والحقائق، ونستكملها ب مثال واضح من أمثلة المجتمع العربي في كندا، اللي هو السيد محمد فقيه. ونبتدئ كلامنا مع الدكتورة دعاء حول البزنس في كندا. أول سؤال يعني يخطر على البال دكتورة دعاء، هل فعلا كندا تشجع البزنس الخاص ولا إحنا موهومين؟ لا طبعا كندا بتشجع جدا البيزنس الخاص. الاقتصاد الكندي بصفة عامة هو اقتصاد مهم قوي، نعرف الاقتصاد تكوينه ايه. حوالي 90%
او 89% من الاقتصاد الكندي قائم على السمول اند ميديوم انتربرايز بزنس. لما حضرتك تشوف الاحصائيات ده بكل تاكيد ده يعني السمول اند ميديوم بالذات بزنس. طبعا اللارج بزنسز والتايكونز لهم دور بس العدد الاكثر بيكون سمول اند ميديوم، وده طبعا له تفسير يعني هذكره فيما بعد. لكن برضو احب اقول ان هو يعني دي اكيد البلد بتشجع، البلد is very highly competitive، السوق مفتوح، المناخ ملائم للاستثمار ولفتح البيزنس وكل حاجة، بس طبعا بشروط وحاجات نتناولها فيما بعد في الحلقة يعني. وده يعني سبب من أسباب كده الحقيقة إن الاقتصاد الكندي أو المجتمع في كندا وفي أمريكا الحقيقة في نورث أمريكا برضو نورث أمريكا إنه ده مجتمع قائم على اقتصاد الخدمي، نسميه اقتصاد خدمات. حضرتك يعني بتكون الخدمات اللي هي مثلا هير دريسر، البنك، الخدمات دي هي دي الدينامو بتاع الاقتصاد، وبالتالي الحاجات متاحة جدا ان احنا نفتح مشروعات مختلفة، متاح للابتكار، المجال الارض خصبة للابتكار، السوق الكندي بيستوعب قد كده، احنا بلد مهاجرين، فطبعا بالتالي كل بيجي بيبقى مطلوب خدمات، مطلوب خدمات مهاجرين، مطلوب رجال يعني استشارات في مجال الهجرة، في مجال الريل استيت، في كافة المجالات، مجال البنوك، في كافة المجالات. وبناء عليه بما انه يعني قطاع كبير من المجتمع او الاقتصاد الكندي هو قطاع خدمات، فطبعا بالاحصائيات كمان هي بلد مشجعة جدا. طيب يعني الآن إحنا بنتكلم عن كندا أنها تشجع الاقتصاد، خلينا نبدأ فيهم خطوة خطوة. أنا طبعا إن شاء الله تكوني تابعتي حلقاتنا السابقة عشان نبدأ من النقطة اللي إحنا توقفنا عندها في الحلقات السابقة. الآن لو أردنا أن ننشئ بزنس وإحنا بنقول أنه كندا تشجع إنشاء الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، أنا الآن محمد بدي أعمل بزنس وفكرت بفكرة، عندي فكرة، عندي مجموعة أفكار، فين أروح علشان أغربل هاي الأفكار، أفحصها، أتأكد منها، أتأكد إنها سليمة ولا مش سليمة؟ هل في أماكن، جهات، مواقع معينة أنا أوصلها أروح لها تساعدني؟ أكيد في أماكن معينة، ومهم جدا جدا إن إحنا نعرف السورس بتاع المعلومة دايما. في أي حد الحقيقة في أي مكان بقول مهم قوي نعرف مصدر المعلومة. خليني أرجع بس خطوتين ورا كده مع حضرتك. قبل ما نعرف مصدر المعلومة وقبل ما نقول إيه الأماكن اللي بتشجع وإيه البرامج اللي بتعملها الحكومة عشان تشجع، إحنا عندنا ثلاث مستويات من الحكومات، والحقيقة الثلاثة عندهم برامج وفيرة جدا لتشجيع أصحاب الأعمال ولتشجيع إنشاء بيزنس يعني أو small and medium businesses. فالأرض خصبة جدا والمساعدات متوفرة، ومهم قوي إن أنا أعرف أجيبها منين، يعني مهم أعرف إيه اللي أنا عايزاه وإيه الحاجة اللي مطلوبة بعد كده. لكن لا. خليني أرجع شوية بس معلش قبل ما أجاوب سؤال حضرتك، عايزة يعني لو سمحتوني لو في وقت عايزة أقول بس إنه في يعني أنا دلوقتي مهاجر، خليني أمسك القصة من الأول. جميل. أنا جاي عايز أكون بيزنس، مش مهم إن أنا أكون عندي عايز أكون بيزنس وأجري أكون البيزنس، لأ، في مقومات وفي عوامل بتقولي إذا كنت أنا هنجح في بيزنس ولا مش هنجح. يعني مش أي حد، يعني أوكي إحنا بنشجع طبعاً البيزنسز، بس مش أي حد. يعني أنا ممكن كدعاء ما أقدرش أعمل بيزنس أستاذ محمد ينجح فيه، وأستاذ محمد قد ينجح في بيزنس أنا ما أقدرش أنجح فيه. يعني it's نرجع للمقاومات، هل إحنا رايحين طريق البيزنس الخاص لأن إحنا جينا البلد وما لقيناش شغل، ما لقيناش عمل، لم تتوفر فرصة العمل؟ وأنا الحقيقة 99% من الحالات اللي بشوف، مش 99 يعني عدد كبير، خليني أقول من الحالات، معلش أنا أسفة جدا. لا مش مشكلة، أنا أسفة جدا، إحنا القط بتاعي بيورك فروم هوم معايا في كل وقت. أنا أسفة. أنا الحقيقة أسفة. أبدا، خد راحتك.
بهذه معلش انا دقيقه بدي ارحب بالاستاذ محمد الفقيه، هو انضم لنا. على فيك استاذ محمد. ثانك يو، شكرا لكم. ام سوري كان في مشكله تقنيه عندنا. اهلا استاذ محمد، ما في اي مشكله. طبعا وجودك بنورنا دائما. الله يخليك. اللي ما بيعرف استاذ محمد، اهلا بيك، ارحب بيه برضو انا، يعني اهلا بيك و pleasure to be with you. طبعا يعني غني عن التعريف، و long time no see يا محمد. I know, very good to see you all. Nice Thank to see you. Nice to كل عام وانتم بخير ورمضان كريم للجميع. الله وكل عام وانتم بخير. علينا وعليك. ما بعرف الاستاذ محمد الفقيه، استاذ محمد الفقيه هو بزنس مان اجى على كندا، بدا نوع من انواع البزنس موجود يمكن في كل مكان، كل الناس بتسوي بزنس الطعام، لكنه أخذ بزنس الطعام واشتغله كبزنس وليس كمطعم، والخبرة هاي اللي عملها خبرته في البزنس ونقلها إلى المطاعم عملت من مطعمه سلسلة مطاعم مش بس في كندا، في عدد كبير من دول العالم، والآن ما شاء الله أطيب أكله وأشهى مأكولات، وأحلى مكان بدك تروحه بتروحه على Paramount Fine Food. فالطريقة اللي بدأ فيها يمكن هي الانيشيتيف اللي بدأه والطريقة اللي بدأها كانت مش، أنا حضرت له عدة لقاءات وحنسمع منه اليوم كيف بدأ البزنس تبعه. بدأه كبزنس، فدراسة البزنس بدنا نتعلمها منه اليوم، كيف درس هذا الموضوع، كيف غير في بزنس المطاعم. أهلا وسهلا فيه، بدنا نسمع منه مش مني. أهلا وسهلا فيه. Thank you. أهلا وسهلا أستاذ محمد. والحقيقة دخل في وقته جدا، دخل في معاده، لأنه كنت بتكلم على المقومات الشخص اللي يعمل بزنس، فيعني لا يفتى ومالك في المدينة. فأم gonna leave the talk for you، وتقول لنا إيه مقومات الشخص اللي يعمل بزنس، ونكمل بقى حسب الأسئلة بتاعت ال. طيب أنا 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 يعني اعذروني، أول شيء بدي أرحب بالأستاذ محمد، وبدي أقول إنه أكيد أستاذ محمد فقيه يعني أشهر من نار على علم، واللي موجودين كلهم بيعرفوا محمد فقيه وبيعرفوا باراماونت، والمتابعين بيعرفوا بشكل جيد. أنا شخصيا أول ما وصلت كندا كنت في نزلت في ميسيساغا، ولما كان رمضان ما كنا ندور وين بدنا ناكل، فلما سألنا الناس العاديين الكنديين مسلمين وغير مسلمين، عرب وغير عرب، لما سألناهم عن وين نروح ناكل في أكل حلال، كان أول أوبشن كان يعقولنا يا مطعم باراماونت. فهذا طبعا انا ما بقول هذا الكلام as compliment، انا بحكي هذا الكلام as واقع، فهو واقع موجود، هذا الواقع يفرض نفسه. وبناء عليه لما بنتكلم عن الامثله في موضوع البزنس مان والبزنس اللي موجود والنجاح في انشاء بزنس، بالتاكيد حول ما حيخطر في بالنا مطاعم باراماونت وصاحبها السيد محمد الفقيه. فاهلا وسهلا، ونكرر الترحيب بسيد محمد الفقيه. والحقيقة يعني إحنا حابين نبدأ مع السيد محمد الفقيه الحكاية من أولها. اليوم محمد الفقيه كيف يعرف نفسه؟ يعني إحنا اليوم بعد هذا الوقت هذا كله اللي مر والأيام هذه اللي عدت، كيف يعرف محمد الفقيه نفسه؟ أول شيء شكرا لكم كلكم على هالمقدمة، يعني إن شاء الله يكون نص على القليلة أو قسم منا يكون بعبي هالصورة اللي أنتم كلكم خبرتوني إياها أو حكيتوها. سو شكرا لكم جميعا. أنا شاب لبناني ترك لبنان عشان الحرب، درست دراسة الأحجار الكريمة، أنا خبير ألماز، درست بجامعة إيطاليا جيمولوجي، عندي ماستر ديجري بالجيمولوجي، وكنت بشتغل بدراستي اللي أنا درستها اللي هي خبرة الألماز والأحجار الكريمة، لحتى كمان رجعت بلشت الحرب مرة تانية لما رجعت على لبنان، وعرفت أنه ما في أعمل أي تصميم لفترة طويلة أو أي بلان لمدة طويلة ببزنسي. سو اضطريت أني أدور على فكرة تانية وبلد تانية لبلش فيها،
وكانت الفكرتين إيطاليا ولا كندا. بس وقتها كنت أسمع قد إيه كندا من شباب أصحابي كانوا هون، قد إيه كندا تستقبل العالم، قد إيه كندا بتفتح قلبها للناس، بتتقبل الناس، كيف بتحسس الناس كأنهم من أهل البلد من أول ما يوصلوا، والعالم تتقبل وهيك. سو تشجعت إني أطلع أشوف واحد من الشباب اللي أنا بعرفهم، وجيت لهون على أساس ساعده شوي ببزنس، وكان عنده بزنس هون بتورونتو، وبلشت هيك لساعده. وكنت روح كزدر بنهار بالإيتن سنتر، لما تكون أنت عم تعمل تجرب تساعد حدا يعمل ريستركشر للشركة تبعيته، بدك تتأكد إنه تيم تبعه ما يصير يوثق فيك لإلك أكثر، لأنه بصير مخرجك من الموضوع أصعب. يعني لتظهر من القصة بتصير أصعب، لأنك بصير تاخد احترامهم وثقتهم، وهو هو اللي لازم ياخدها. سو كنت أنا أعمل الشغلات وقل له شو بده يصير بالتيم، وأحكي مع التيم، بس أعطيهم وقت مع بعضهم كتير. سو كنت روح كزدر بالإيتن سنتر وشفت محل مجوهرات اسمه جويلز باي كوبي، كان صاحبه شاب يهودي، ودخلت وطلبت منه، ما كنت عارفه من وين هو، بس محل مجوهرات كتير حلو وضخم بقلب المول، وطلبت وقلت له، دخلت له أنا عندي خبرة أحجار وأنا مخرج من إيطاليا وعندي خبرة شغل. قال لي بس ما عندك خبرة كندية مش هنوظفك. قلت له أنا إنه أنا بعازل أتوظفني. قال لي لا ما في خبرة كندية ما في وظفك. قلت له بس الأحجار ما بتحكي كندي، الأحجار هي علم دراسة، الأحجار كلها بنفس العالم فيها نفس السيرتيفيكت، السيرتيفيكت الإيطالية والبلجيكية والأمريكية هني أفضل ثلاثة بالعالم، وأنا طالع بتفوق بجامعتي كنت وهيك. قال لي ما في مجال، بلا خبرة كندية ما منشغلك. سو ضليتني روح وإجي. آخر شيء كان برد هوني وقتها، كنت بالشتوية. سو حملت حالي ورجعت على لبنان، بعدني عم فكر بالموضوع ما مأكد. كان معي فيزا سياحة، كمان لما وصلت على لبنان الأهل إنه خليك وهيك، مثل ما كلنا أهلنا بحبوا إنه نضلنا حدهم. سو بعد فترة كمان قصيرة جمعتين ثلاثة رجعت بلشت الاشتباكات بالشوارع بين ناس، بين مجموعات ما قدرت تتفق مع بعضها، مع إنه جيران بنفس البنية كلهم، جيران بنفس الشارع. سو بالتالي أخذت القرار أطلع على كندا. وصلت على المطار، الوالد كان تاجر عمار، بس اللحظة اللي قلت له حأترك لبنان قال لي بتطلع بولا فرنك. هي أحد الضغوطات اللي أولادنا اللي أهلنا عادة كانوا يحطوها علينا لنرجع راكد لعندهم، عرفت كيف؟ على أساس إنه هني بدهم يرجونا إنه هني عطينا حرية الاختيار، بس بنفس الوقت ما عطينا حرية الاختيار، لأنه بحط الضغط إنه إحنا ما حنساعدك إذا حتاخد قرار تظهر من العائلة وتفل وتعمل وتساوي. وشو كندا إنه بعيد كتير كندا، الوالد كان يقول الدبب هربت منا وابني محمد راح لهون. سو وصلت لهون، حتى مذكر كان حقتكت $1,100 وقتها. قلت له أنا إنه بدك تساعدني وهيك، قال لي لا ما في ساعدك أبدا، بتعرف شو هاي $400 تكل على الله. قلت له يا عمي حق التيكت وبدي أوصل بدي كذا، قال لي هاي 400. مذكر تركت له إياهم بقلب غرفته من بعد ما بوسته وخليته يسامحني ومشيت. وصلت على كندا $1,200 بجيبتي، كنت مطلعه من شغل. وصلت على المطار، أخذني واحد من المطار شاب بعده موظف عندنا لهلأ بالبارامونت، بس هو أحد أهم الناس بالبارامونت، شاب أذكى مني أحسن مني بكتير، من أهم الناس الموجودين بحياتي قبل البارامونت. أخذني ونيمني أخذني على بيسمنت تحت الأرض مع شابين، واحد فلسطيني وواحد لبناني. سو كنت نام ببيسمنت معهم نحن الثلاثة، والبيت كان لمرة إسبانية، ولأدفع الأجار كنت أعلم بنتها فرنسي لأنه ما كان معي مصاري. سو اتفقنا عملنا ديل، بلشت التجارة إنه بلا أدفع لك أجار أعلمها فرنسي، عرفتي. بعد فترة نزلت وصرت أدور على شغل، واشتغلت بتيم هورتن 5 أيام، اللي عرفت انه ببيع خنزير. سو انا ما كنت مرتاح بالموضوع، رجعت دبرت شغل بالكافي تايم لأتعرف على الكنديين وعلى طريقتهم، واشتغلت نايت شيفت لانه ما كنت مهم او خارج اشتغل داي شيفت الظاهر. سو ما كانوا يقولي الا نايت شيفت، سو كنت اشتغل من 10 بالليل للخمسة الصبح، وهي اصعب داي نايت شيفت يعني. ودبرت محامي، المحامي اللي دبرته بعده لهلا صديق عزيز جدا،
صاري بعرفه فوق 21 سنة صاري بكندا. ورجعت على هذا محل المجوهرات وعبيت على الشغل أول يوم، قال لي نفس الشيء، تاني جمعة قال لي نفس الشيء، تالت جمعة قال لي محمد صار يعرفني بالاسم، قال لي محمد قلت لك ما عندك خبرة كندية، قلت له عيني شغلني ببلاش، قال لي ايه بلاش شيء تاني بس بدي تلفين لحدا بإيطاليا لأتأكد انك انت منك حرامي بيسكلي، يعني بيقول لي يا بأدب طبعا، بس أعطيته تليفونات بإيطاليا لناس اشتغلت معه ودرست معه، ومشي الحال شغلني ببلاش لفترة، ومن بعدها يعني عرفت انه حيكون في تمن صعب، وانا على طول بقول لكل اللي بيجوا جداد بقول لهم في 3 سنين صعبين، وهولي التمن اللي بتدفعه لشيء اكبر بكتير احسن بكتير بحياته الانسان. من بعد بست اشهر في محل مشهور اسمه لا سويس بيبيع ساعات ورولكس والماز، اتصل في وعيني ب مساعد مدير لمحله بالايتين سنتر وبمعاش، هيك كنت صرت قادر اترك محل القهوه بالليل لانه كنت عم بشتغل من 9 الصبح بيفتح المحل 10 بنحضر 9 لل4 بعد الظهر، معي ساعتين ونص، كنت يا اما نام على بالصبوي يا اما اروح على البيت نام ساعه وارجع اخذ الصبوي واطلع على كوفي تايم وبقى لل5 الصبح. سو كانت صعبه كثير، الجاكيت اللي كانت معي ما خرج كندا، كل شيء كنت يعني ما كنت جاهز، كان في بهدله كثير وكان في جوع، يعني في ليلة من الليالي ما بتذكرها بحياتي، من وقتها قلت ما بحياتي حانسى أي إنسان إذا أنا قادر ما ينام جوعان مستحيل خليه ينام جوعان، لأنه في ليلة كانت هي مصرة على الأجار وما عارفة شو وضعي وأنا مستحق إلا وضعي، ومرق 5 أيام على الأجار وساعات الدرس اللي عم بعطيهم لبنتها ما كانوا كفاية، والأكاونت ما نزل فيه حساب تبع الكافي تايم، سو عطيتها المصاري الصبح ولساعة 12 بالليل ما كنت معي مصاري اكل ولا لقمه. سو ما بنساها، رحت عند تبع البيتزا وقلت له يسخن لي اياها وقلت له يحط لي اياها على جنب، قلت له بليز ما يسكر قبل ما يفوتوا المصاري على البنك، ورحت اعطيته حق البيتزا وكانت اول شغله باكلها من الساعه 7 8 الصبح. سو هاي شغلات اعطتني دروس كثير منيحه، لانه حسيت من لحظتها انه ما في انسان ولا انسان لازم يكون ينام جوعان، ولازم نحن كلنا سوا نتأكد إنه ولا واحد فينا لا من جيلتنا ولا من الجيل الكندي ينام جوعان. هيك بلشت بالنسبة للبيرامونت. من بعدها بعد فترتها تعرفوا كلكم ساعات سواتش، فكرة الكيوسك تبع سواتش أنا اللي جبتها من سويسرا. سو من بعد ما فت بشركة الساعات دخلت مع شخص إجت لتوظفني، رفضت التوظيف، قلت له بدي بدون ما توظفيني تعطيني معاش، بدي نسبة صغيرة من البزنس وما بدي اياك تعطيني معاش، وهيك ملكت اول حصه صغيره باول بزنس، وفضلت اني املك شيء لابني شيء بالبلد كانت، عشان هيك عشان اجي انا، وعشان هلا بنحكي للانسان بيعمل هالشغلات 90% منها ليش. ومن خلال تعرفت على سواتش لما رحت على معرض سويسرا وجبت فكره السواتش، هاي الكيوسكات الصغار انا جبتها على كل تورونتو وعلى حتى اوتاوا ومونتريال جبتها، ومن بعدها بعتهم لإلها، وهي أول مرة كانت بحياتي بشوف مصاري بحسابي لما بعتها. وفي يوم مرتي تلفنت لي وقالت لي بدأ ليه واجعين ضيوف لعنا، سو دلتني على هذا محل اسمه بيرامونت بعيد بديكسي وأجلنتن، ضليتني سوق بوليس ستيشن، محلات سيارات حدادة وبويا، يعني ما خرج أبدا يكون فيه لا مطعم ولا شيء، دخلت لهونيك ايد الباب مكسوره، الحيطان بتذكرهم بيض والبواب اورانج، يعني ما خصوا بالديكور، ما خصوا كلمه بيرامونت، ما في شيء بيرامونت بقلبه كان غير البقلاوه لانه مرتي عم تبعتني من اخر الدنيا. سو قربت على الكاونتر لقدمت، سو كان وقتها كان طالع عني شيء وحاطين صورتي بالغلط عن سواتش او عن بعتقد بيت عمارته، لاني دخلت كمان بزنس العمار بالغلط. بعدني لليوم اي بزنس موجود انا جاهز اتفرج واتسمع، لانه على طول بحب اني غامر برا برات البوكس تبعيت الانسان اللي بيعلق فيها اوقات. سو اجى لعندي صاحب البزنس قال لي انا شايف صورتك بالجريده، قلت له انا بدي كيلو بقلاوه، قال لي وانا بدي اياك تديني 250 الف دولار، قلت له بدي كيلو بقلاوه، بدي كيلو بقلاوه وبدي امشي بس هذا اللي بدي اياه. سو هيك بلش البيرامونت، يعني عشان ما اخذ كل الانترفيو بدي اسمع عليكم. هذا كان اغلى كيلو بقلاوه في الحياه.
لا انا برايي كان احسن كيلو بقلاوه بحياتي قربني من ليك. انا برايي انه اكثر شيء رب العالمين ممكن يعزه للانسان فيه انه ينزل ببلد اجتماعيا مثل ما بده، انسانيا مثل ما بده، وبنفس الوقت يبعت له رزقه مثل ما اهله ربوه يضلوا بخلاله. يعني لما انا قادر احط احترامي بخلاف الديانات، انا ما كثير بحكي بالديانات، بس لما انا قادر كمسلم او كمسيحي او قادر احط محكين صلي فيه، حتى المسيحيه عندهم اوضه ببيوتهم بيصلوا فيها، بقلب بزنسي ببلد قادره، واجي على بلد ما اعمل شيء برات مبادئه، لانه لما الانسان يخسر مبادئه بيخسر نفسه، لما يخسر نفسه بيخسر كل شيء. صح. طيب انا اجي على بلد، نعم اسمحوا لي بس سؤال من خلال السرد اللي أنا سمعته أستاذ محمد، من خلال السرد هذا يعني أنت طلعت من لبنان تقريبا بدون فكرة فين حتروح شو حتعمل وبدون يعني إمكانيات مادية، ومع ذلك كان يعني في أول لحظة حسيت إنه ممكن تعمل فيها بزنس مستقل، يعني ما قصرت، حاولت انك تستثمر الفرصة هذه وتعمل بزنس مستقل. فأنا بدي يعني سؤالي، هل صاحب البزنس بيكون في شيء من طبيعته، في شيء في كيانه بيخليه مش مرتاح الا لما يعمل his own business، ولا بصير عنده فرص وبصير عنده صدف وبصير عنده حظ وبناء عليه يفرض عليه انه يعمل البزنس تبعه؟ يعني ايش هو اللي كان بيخليك يعني تهتم انك تعمل بزنس؟ هل الحاجه، ولا في شيء في داخلك هو فعليا هذا الشيء هو اللي بيخلي صاحب او البزنس مان يعمل البزنس؟ لانه الان بنحكي عن بزنس مان امامنا بيحكي اذا في بزنس ببين من بعيد انا مستعد اني اخطفه، اذا في بزنس بعيد حتى عن الاريا تبعي، انت بتكون تعمل بالساعات، رحت على المطاعم. يعني ايش التركيبه اللي بتخلي صاحب البزنس او البزنس مان يهجم يشوف يفكر يعمل البزنس تبعه؟ انا برايي كل واحد فينا، حتى الموظف، حتى بده يكون قسم من شيء اكبر منه. وعاده انا برايي انا على طول ضد فكره الحظ. شو معناتها؟ العالم كله بتلوم الحظ انه هذا محظوظ، ياما ناس بتوقفني بتقول لي انت حظك حلو، انت امك دعيت لك. انا برايي كل الامات بتدعي لاولادها طبعا، اكيد ما في شك، بس بيختلف كيف. خلينا ننتبه على شيء كثير مهم، ولكل الاشخاص اللي عم يتسمعوا، خاصه الاشخاص اللي عم ببلشوا بزنس، وعاده العالم بيقول خاصه الاشخاص الصغار بالعمر اللي عم ببلشوا بزنس. انا ضد هالفكره، لانه انا بعرف كثير ناس ببلشوا بزنس وهم ما قدروا يكونوا صغار بالعمر، عرفت كيف؟ وانا بشجع هالشيء. So, أول شغلة من النقط المهمة، كلنا لازم نعرف شيء، إنه الفرص بتجي عند الكل. كل إنسان بكون بحياته وصله فرص. في ناس بتكون أخذ قرار ما تشوف الفرص، وفي ناس بتكون عم بتدور على الفرص. في ناس بتلاقي مليون حجة لما تشوف الفرصة، ولما تشوفها للفرصة حتى ما عندها الشجاعة لتروح تنط على الفرصة وتعملها وتنفذها. أي إنسان بفوت ببزنس بده يكون عارف إنه بده يفشل 7 مرات قبل ما يوقف مرة. هيك قال الألكيميست. لما تقرأ كتاب الألكيميست لأولادكم بيقول بدك توقع 7 مرات قبل ما توقف مرة. سو أي إنسان فايت بالبزنس إذا بده يخاف ليوقع بيصير فيه مثل ما لعبة سكي، بيصير يزت حاله على التلج، بعدين بيقول تاني مرة بلاها لأن حضاني على التلج بلا لأوقع وبلا لألعب بالمرة، وبطلع من قصة البزنس. سو هيك إجمالا الأمور بتصير. سو الواحد بيخوف حاله. سو أي إنسان عادة تجي فرص، هو بده يقرر إذا بيعمله. وياما ناس بيكون عندها فرص عظيمة وبتاخدها معها على القبر وما بتحطها برا. بدك تاخد قرار أي نوع حياة بدك إياها. إذا بدك الحياة 7 ساعات و8 ساعات بالنهار، ما بدك تقول فلان محظوظ وفلان لك شو عمل ويمكن عمل شيء غلط، لأنه في أوقات كمان نوصل لنتيجة إنه مسير نبرر نجاح غيرنا لأنه عاملين هني شيء غلط، لأنه يريحنا نفسيا هالشيء، عرفت كيف؟ سو أنا برأيي كل الناس عندها فرص، كل الناس بتجيها فرص، بس في ناس عندها الشجاعة، عندها القدرة، عندها المعدة إنه تهضم قصة الخوف، قصة الريسك إنه تفشل، وفي ناس
بتتخبى من الفرصة وما بتشوفها. سو في أمثلة كتيرة حتى بالإنجليزي بالعربي بالإيطالي بتقول سبعة فاتوا على الأوضة نحكيت نفس الفكرة قدامهم، السبعة تبروها فكرة حلوة وواحد نفذ. صح نعم. عرفت كيف؟ سو هذه نقطة كتير مهمة. طيب محمد أنا بدي أسألك سؤال الآن. قصة رائعة اللي سمعناها، جميلة جدا، قصة يعني تدرس لأبنائنا، لكن السؤال شو، هل أي واحد خاصة إحنا في كندا، إحنا بنحكي للعرب اللي موجودين في كندا، أي واحد ممكن يبدأ بزنس ولا لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون عنده فكرة، لازم يكون، شو المقومات اللي لازم يبدأ فيها البزنس مان، أو خلينا نحكي رجل الأعمال الصغير، بدناش نحكي بيج بزنس مان يعني. أنا برأيي أحسن أكثر شغلتين أو ثلاثة اللي ساعدوني أنا بحياتي، هي أول شغلة أني بعرف اللي ما بعرفه، هاي شغلة كتير مهمة. سو أنه الإنسان يعرف اللي ما بيعرفه، لما تعرف اللي ما بتعرفه بتصير تعرف قدي أنت بيعازي للأشخاص اللي حواليك. سو هايدي بتفصل لشغلتين، أنك تحترم الموظفين اللي عندك وما تعين إلا أفضل ناس اللي بيكملوك وتعطيهم مجال، لأنه في كتير ناس بتعين كتير ناس منيحة بس ما بيعطوهم مجال ينفذوا، ما بيتسمعوا لهم، بعينوهم ليقولوا عيناهم بس بدهم يقولوا انه بس انا فكرتي المنيحه، بس انا فكرتي المضبوطه. سو اول شيء تعرف اللي ما بتعرفه. اثنين كتير كتير مهمه انه الانسان يحط حواليه منتورز. انا المنتور غيروا لي حياتي، كل حياتي عندي منتور، اشخاص اكبر مني بالعمر او اصغر مني بالعمر بس اشخاص كانوا بخبرات أنا ما عندي إياها. لما تعرف اللي ما بتعرفه بتصير تدور على ناس شو بيعملوا المنتور. أنا عندي هلأ 40 شركة بعمل لهم منتور، بيتلفنوا اللي بيسألوني، أنا بقصر لهم المسافة للنجاح وبعطيهم خبراتي ليزيحوا عن المشاكل اللي أنا مرقت فيها. مش معناتها بوفر عليهم كل المشاكل، بيمروا بمشاكل جديدة أنا ما مرقت فيها، بس حط حواليك ناس عطول إنه هني ما بيقبضوا منك مصاري، أنا ما بقبض من حدا لما أعمل له منتورشيب، بس أنا نجاحي وقبضي اللي بقبضه لما أشوفهم هني عم ينجحوا. لما أنا أشوف أشخاص شباب صغار كانوا عم يشتغلوا بالبرامات فتحوا بزنس، هديك اليوم شاب صاحبي وليد سليمان المحامي حط لي صورة واحد من المحامية اللي إجوا لعنده كان موظف بالبرامات، جيت حابكي انبسطت، قال إنه أحسن الشغلات اللي حطها على رزومي إنه كيف تعلم بين إيديك أنت عم تعمر بزنسك. هاي شغلات بتحسسك أهم من المصاري. سو أهم شيء يكون الإنسان، وما يكون إنسان بده يقعد ببيته 8 ساعات، بده يقعد 8 ساعات بالشغل ويرجع على البيت، هيدا ما هو موجود. هيدا الفاميلي بالانس مع البزنس، أنت عم تبني بزنسك، هي القصة مش كوانتيتي هي كواليتي. إنه ما ضروري تحضر كل بورينج جيم لابنك إذا بدك تبني بزنس، بس فيك تحضر كل الجيم المهمين لابنك أو لبنتك أو مع عائلتك، بس بدك تبني بزنس وكون عم تشتغل بس 7 ساعات منا مزبوطة. أنا لليوم بشتغل 21 ساعة بس بضلني مبتسم، ما في شيء بيجعني إلا من هون، لأنه الحمد لله كل شيء عملنا عم بيصير، وأهم شيء التغيير اللي عم نعمله بحياة البني آدمين. سو هيدا مهم إنه واحد يكون منه خوفين يوقع، ياخد هيدا التشانس، لأنه الجاب تبعيتكم التوظيف تبعيتكم عطول موجودة. العالم ناقصه اليوم خبرات. سو انت ما تخاف تخسر شغلة عشان ما تاخد شغلة اكبر، لانه هاي الشغلة الاساسية حتضلها ناطرتك. يس. طيب احنا بما انا متكلم عن المقومات ومقومات البزنس مان الناجح او اللي سيقبل على العمل المستقل، اسمحوا لنا لانه كانت دكتورة دعاء بتتكلم عن المقومات هذه اول ما استأنف النقاش، فخلينا نرجع نستأنف معها كلامها عن المقومات، وكانت تحكي عن تشجيع الدولة الكندية، البرامج اللي الدولة الكندية وضعتها لتشجع السمول اند ميديوم بزنس. مظبوط دكتورة؟ مظبوط يا استاذ محمد. طبعا ويعني انا عايزه بس اقول الستوري اوف محمد فقيه، انا مش اول مره اسمعها طبعا مرارا وتكرارا، وهي حاجه تدعو للفخر اكيد يعني، وبنتعلم منها حاجات كتيره برضو. يعني هربطها باللي كنت بقوله قبل ما استاذ محمد يجوين اس،
انه مهم قوي الاول قبل ما اقول انا هفتح بزنس. احنا بنيجي البلد يعني في ناس كتير قوي بتقول ايه انا مش لاقي عمل مش لاقي شغل بمعنى روتين جوب 7 hours ولا 8 hours so I will decide to start my own business. ده مش enough الحقيقة يا جماعة, ما هواش replacement لان انا افتح بزنس. يعني برضو في مقومات زي ما أستاذ محمد تفضل وقال لازم نكون risk taker, ما ينفعش لازم ابقى innovative, لازم افكر think out of the box, لازم يبقى عندي انا الاستعداد انه البزنس مش سهل. البزنس احنا لو عملنا كده لو يعني if we just leave the business for 5-10 minutes الدنيا ممكن تخرب. ف what we say انه لازم يبقى فيه مقاومات, مش معنى ان انا ما لقيتش شغل فيبقى ده هدفي تاني. ولكن في نفس الوقت احنا بنشجع الناس تفتح بزنس, لازم يكون عندك passion معين, لازم يكون عندك شوية يعني سابقة خبرة شوية طبعا. وحتى لو ما فيش سابقة خبرة يعني في ناس بتبتدي business from scratch, لكن it's important يكون فيه مقومات معينة. أكون أنا willing إن أنا أقعد الساعات الكثيرة 20 ساعة بتوع أستاذ محمد فقيه اللي بيقعدهم and he's still happy and smiling, ويعني لازم تكون hard worker, لازم تكون عندك الباشن, لازم تكون عندك الخبرة في المجال. وحتى لو ما عندكش الخبرة لازم تبقى willing تتعلم. لازم نبحث عن مصدر المعلومة الصح. يعني 90% من الحقيقة الإخوة اللي بشوفهم في الكوميونتي بيجوا عايزين يفتحوا بيزنس وما عندهمش أي معلومات اللايسنس. البيزنس ده محتاج أي رخصة, أي نوع من اللايسنس, محتاج شهادة معينة. مثلا لو بنفتح كيترينج do we need a food handler شهادة. أنا بتكلم على small businesses as startups اللي هو البيزنس اللي بيبتدي من الأول خالص. فالمعلومة البسيطة ما بيكونوش عارفينها. واحيانا كتير قوي بيجي يقول لك ايه انا جيت على كندا ومش لاقي شغل, وابن عمي جه السنه اللي فاتت وفتح محل شاورما. سو ده اكزامبل ناجح, وبالتالي انا هاخد الاكزامبل ده واكرره. يا جماعه ما ينفعش احنا نعمل ريبيتيشن للافكار. لو في فكره تكون اصيله او جينيوين او يعني شوف استاذ محمد بيقول لك انا اول واحد دخلت السواتش كيوسكس هنا, لازم يبقى في حاجه كرييتيف, لازم يبقى في حاجه انوفيتيف. ما ينفعش ان تجربه غيري او تجربه ابن عمي هي هاخدها انقلها بالظبط وهتبقى انا. يبقى ده مش تفكير حد عايز يستمر في البيزنس وينمي البيزنس. البيزنس محتاج تطوير, محتاج مجهود, محتاج ساعات كتيره, محتاج ريسك كتيره جدا. وبالتالي عشان اعوض الريسك ده لازم ابقى على طول في حاله انوفيشن, في حاله ابتكار, في حاله تطوير لنفسي. أنا عندي سؤال لكلاكما. البيزنس بلان أو دراسة الجدوى بسموها, قديش هي مهمة في السوق؟ يعني أنا بدي أفتح بيزنس, أوكي أنا بدي أروح أفتح محل شاورما زي ما حكيت أستاذ دكتور الدعاء, لازم أعمل بيزنس بلان ولا خلص توكل على الله وروح افتح المحل, ما هو محل شاورما ما همش إشي ولا شو بده يصير, يعني الناس بدها تأكل. أم فعلا هالبيزنس بلان هذا أعرف شو الخطوات اللي لازم أمشي فيها, أعرف قديش بدي فلوس, قديش بدي دعم, قديش معايا, قديش ناقصني, شو في كومبيتيتورز, ليش أنا بدي أخلي الناس تيجي عندي, طريقة الدعاية, كل هاي الأمور للأسف كتير ناس بتجهلها وبتقع في المطب بعد ما يفتحوا المحل. بعرف أستاذ محمد تفضل. أنا برأيي بأي بزنس حتى مش بس الشاورما, you have to own the numbers. Like لازم تعرف أرقامك على العمياني. So قبل ما توصل لهالمرحلة أنا ضد إنه الواحد يفوت ببزنس. أحد أكبر المشاكل اللي أنا بشوفها إنه جاليتنا والجاليات المبتدئة كإميجرانت إن جنرال خسروا كتير أموال لأنه ما بنعمل بزنس إنتجريشن, نعمل بيبول إنتجريشن, نعلمه كيف بيستأجروا, بيعرفوا, بيدوروا على شغل, بس ما بنعلمهم كيف بيتعودوا يفوتوا على بزنس وشو الخطوات اللي لازم يعملوها. وهي بترجع للمنتورشيب. هلا بيقول لك أنا بدي أروح عند محاسب لأعمل بزنس بلان
وشغلة طويلة وبيطلع البزنس بلان بايخ عند المحاسب لأنه المحاسبين أكثر أرقام، هي عبارة عن أكثر حتى من بزنس بلان معمول عند المحاسب. سو في شغلات بالحياة بنعملها كأنه لنعمل تك على باكس إنه عملنا بزنس بلان عند المحاسب، وفي شغلات بنعملها إنه بدنا نعرف كم جرام موجود بسندويش الشاورما وكم جرام بيكل وكم جرام جارليك، وعشان هيك صار الفود كوست تبعها هالقد. اوكي، واذا ما بيبيعاتك وصلت لمعدل معين الليبر تبعك حيضله اعلى مما فيك تهدي، وبالنهايه بتوصل لانك تصير نزيف مصاري لحتى تسكر. هذا مش معناته انها عقدت، معناته انك نورت عيونك، تنور وصرت شايف قدامك وصرت عم تزيح عن المشاكل اللي انت عم بتفوت فيها. عرفت كيف؟ سو البزنس بلان مهم بس مش تبع البنك اللي انت ما بتفهمه. اهم شيء انك انت تملك الارقام، تحفظها للارقام بس بشكل، وحارجع اولى وحبلش من هلا احكي فيها لانه حنحكي فيها من هلا لاخر المقابله. الارقام مهمه انك تملكها بس مش لدرجه انك تغير لك علاقتك مع اهم شيء عندك اياه كصاحب بزنس. شو اهم شيء عندي اياه؟ موظفيني مش زبوني. أهم شيء عند موظفين الزبون، أهم شيء عندي أنا موظفيني. لأنه إذا أنت موظفينك مرتاحين ومدربين وعاطيهم كل القدرة، هني بيهتموا بزبون أكثر منك. سو اللي قالته الدكتورة، إذا أنا بدي أفتح دكاني وحدي ورش مي عبيبة لالله يبعث الرزق كل يوم وضلني كل حياتي فيها، سو أوكي ما تدرب حدا، ما توثق بحدا وما تعتمد على حدا. أنا وقاعد معكم اليوم في ناس عم تاخد مصاري بقلب نيجيريا لباراموند، في ناس عم تاخد مصاري بإنجلترا لباراموند. لو ما في ثقتي بالعالم وفي cultural people، سو خلينا نعد هاي أول بي حأحكي عنها، بي people. وحكينا عن شغلة تانية اللي هي profit، اللي هي financial statement، اللي هي business plan. بس بالنسبة لي أول بي لنجاح البزنس هو your people. يا ما ناس، في سؤال طرح قدام، يا ما ناس جابت لي زباين لأنه أولادهم بيشتغلوا موظفين بالبارامونت وبيحترموا أنه أنا بعمل منتورينج لأولادهم. لما يشوفوا أنت كيف بتعامل البيبول، they want to support your business وبيجوا بيشتروا من عندك. So the first one is people, and that's very important. Business plan, owning the number, is you seeing. But if you want to avoid, let's take it on the driving base. إذا أنا عم سوق سيارة بدي شوف، بس ما في يوقف الحادث، your people بيوقفوا الحادث. في أحد الأسئلة قالوا ببلش بمصاري أحسن ولا ببلش من سكراتش أحسن؟ يا من ناس شباب وصلت بمصاري وخسرتها لأنه الناس التيم طبعاً ما حبهم، ما حب الكولتشر. لنحكي نبلش بالبزنس العربي، بدنا نبلش نحكي على الكلمات الكولتشر والpeople. The culture of a business is the reason of success of a business. The people of a business are the main biggest asset of a business. So أنا برأيي إيه، الأرقام كتير مهمة نملكها، بس كمان كتير مهمة نعرف قد إيه أهمية الموظف داخل الشركة. دكتور دعاء، أنا I'm gonna second you. طبعاً رأي أستاذ محمد فقيه، هو عايز أقول إنه البزنس بلان أنا في رأيي هي الكورنر ستون وهي مهمة جداً. لكن البيزنس بلان انا مش ببص لها بس من ناحيه اللي هي ارقام زي ما بيقول محمد او فاينانشال ستيتمنت عند المحاسب، لا انا هوسع شويه في مفهوم البيزنس بلان واخدها من الناحيه الاستراتيجيك بتاعتها. فهبص على الموظف اللي عندي، الستاف، الهيومن ريسورسز، ازاي هيقدموا كواليتي كاستمر سيرفيس، دي حاجه مهمه جدا. هبص على الاسيتس بتاعتي، الهيومن ريسورسز اللي عندي، الناس اللي شغال عندي دول اسيتس بتوعي انا، فلو هم مش مستريحين بالتالي هيبقى ريبيتيشن عندي مش ظريفه. هبص على طبعا الانتاج والكواليتي والبرودكشن، هبص على التسويق برضو وازاي اعمل بوزيشننج لنفسي. وطبعا لا يفتى ومالك في المدينه، يعني استاذ محمد فقيه يعني متخصص في ازاي يبروموت هيمسلف وازاي يبوت الباراماونت ومشاريعه كلها يعمل لها براندينج كويس. هي باكج البيزنس بلان انا ببص لها من ناحيه استراتيجيه مش من ناحيه الارقام. دي من ناحيه اللونج تيرم بلاننج، ده مهم قوي ان انا ابقى عارفه الخطوه الجايه ايه. ما ينفعش اقول انا معايا شويه فلوس بال انا هتكلم بالبلدي كده او بالعربي،
ما ينفعش انا جايه من بلد معايا، جايه من مصر او من اي بلد من بلادنا العربيه معايا تحويشه العمر وهحطها في مشروع، عايزه اعمل مشروع، لا انا عارفه المشروع ولا انا عارفه هخطط له ايه ولا انا عارفه هيجيب هيبتدي يشتغل معايا بعد سنه بعد 18 شهر، هخسر، هسوق فين، هعمل ايه، ما درستش السوق، ما درستش الماركت الكندي، لو هصدر ما درستش المكان، الحاجات دي كلها كومبوننتس مهمه جدا. واغلب الاخوه اللي بيجوا لي في الكوميونتي ما بيبتدوش بكده، هم متخيلين ان، وعشان كده في حاجات كثيره جدا مع الاسف الشديد انا بقول لهم يا جماعه يعني في الاول كان لازم يبقى في نوع من انواع التخطيط، نوع من التخطيط اللي هو الهوليستيك، مش بس بنبص على الارقام. طب الارقام والبروفيتس والبيبل ده نمبر 1، انا عايزه كانت يو تمام يا محمد، لكن هي البوينت انه لازم ابص على كذا عامل. استاذ محمد كمان لمس حاجه مهمه جدا، انه مش لازم ابص على الارقام وبس، لا انا عايزه كمان البراكتيكال سايد اوف ثينجز. يعني ليتس سي مثلا انا هفتح شاورما، السبلايرز اللي هيجيبوا لي الشاورما، هجيب الخس منين، هجيب السالاد منين، هجيب العيش البانز منين، الحاجات دي كلها اللي بيجي يفتح وهو مش بعمل دراسه او مش حاطط حساباته كلها on top of his mind، فبالتالي بيبدا يفتح وبعدين نبتدي نخسر فلوس لان احنا مش عارفين هنعمل ايه. فده عشان كده انا بقول يعني يا جماعه في مثل دايما انا بقوله الحقيقه انه يعني مع احترامي لكل الناس، بس مش اي واحده بتطبخ تعمل كيترينج بزنس وتعمل ريستورانت. يعني مش كفايه ان انا عشان اطبخ لازم اعمل كده، اي نيد ان تكون في دراسه شامله كومبريهنسيف لوك على النظره في شورت تيرم في لونج تيرم، سنه هيبقى ايه، 3 سنين هيبقى ايه، 5 سنين هيبقى ايه، ولازم دايما يكون عندي نظره فيجن هوصل لفين. يعني انا عايزه اعمل ايه، انا عايزه بس ده عشان انا ما لقيتش شغل، لا يبقى ما تفتحش بزنس الحاله دي، لكن انا عندي استعداد انمي واكبر، عايزه البيزنس الصغير دي تبقى شركه، تبقى تايكون، يبقى عندي فروع في كل البروفنسز، يبقى عندي فروع في كل البلاد، مثلا ابتدي افتح جلوبال على العالم. This is another thought. فانا بشوف الحقيقه الجانبين مهمين، الخبره العمليه والخبره اللي على اون بيبر بيكملوا بعض في كثير من الاحوال. انا بس مهم بس تعليق صغير على الدكتوره، اتفضل تعليق صغير بس. اول شيء قطع شيء عم ينحكى عن السيرفيس، في دراسه بتقول 80% من السبب ليش الناس بترجع على المطعم هي على الاكسبيرينس بس. سو الاكسبيرينس هي بتشمل الاكل، الامبيانس، السيرفيس تبعيتها، التعامل مع زبون 1 اون 1. سو اكيد سو 80% مش على الديكور، مش والله ايو احسن البيف تبعه من التاني، مش ايو احلى مطعم، ومش ايو اقوى، حتى السوشيال ميديا بس 7% بتجيب زبون، 80% بيرجع زبون عشان الاكسبيرينس كلها، كسيرفيس، ككل شيء، كله سوا. سو انت ما بدك تكون 100% افضل اكل واضرب سيرفيس، افضل سيرفيس واكل مش مهم، كل هالشغلات بتيجي سوا. بالنسبة لقصة استراتيجيا، أنا برأيي اليوم خلينا نقول كلنا نتفق إنه اليوم أي شغلة بتطلع على الإنترنت، أنا هلأ فيه خبركم شغلة وبعد دقيقتين ونص حدا بيكون عم بيحللها، وبعد 8 دقائق حدا عمل أحسن منه، وبعد 11 دقيقة حدا صار عمل خبريتي أنا اللي خبرتها من 11 دقيقة قديمة وعمل شيء كتير أفضل منه. الطريقة الوحيدة اللي بيضلوا بزنسه الإنسان مميز هي باستراتيجية انك توصل تكون المكان المفضل بس، مش احسن مطعم، المكان المفضل. لانه انا ما في ناشك اني لك ليش هذا المكان مش المفضل، يا اخي هذا مفضل عندي انا. سو لتعمل العلاقة بينك وبين زبونك المكان المفضل في شيء كتير مهم لازم يصير. الكل بيفكر، وحتى الدكتورة دعاء قالتها، إنه محمد بيعمل وبيحط براندينج بشكل مظبوط. أنا بتشكر الكل اللي بيفكر إنه هيدا سيستم براندينج. أنا لقلك مين علمني هيدا سيستم البراندينج، علمني سيستم البراندينج شغلتين أو شخصين أو كتير شغلتين مهمين بحياتي. أول شيء هي
اللي تعلمته بتعاليم ديننا، وتاني شيء اللي تعلمته من والدتي. الله خلي لك يا. وبعدين الباقي مشي لحاله. اللي قال لي هلأ بعدين من بعد ما البزنس مشي وهيك، ايه رحت جبت خبرة قلت لهم كيف هي أعملها أحسن. بس هي عبارة عن شغلة كتير سهلة، شغلة قديمة قلت لكم هلأ أكيد حتبتسموا، حتى الناس اللي ما شايفوا جون الحلو حيبتسموا. شغلات قديمة بنسمعها وبننسيها، أكتر بتعطي أكتر بتعمل مصاري. هاي أكبر ما يعني أكتر بتعطي للعالم. أنا الآن ببيت كان في علبة صغيرة عباب بيتنا اسمها صدقة، علبة للأحذية قديمة، الوالدة لفتها بورقة هدية وكانت بعليها صدقة، وكانت تعطينا 5 ليرات لبناني وليرة منهم تقلنا سقطوها بعلبة الصدقة قبل ما تظهروا، وكانت تقلنا إذا بدكم نهاركم يكون منيح ورزقكم توسع وترجعوا على البيت بأمان، بتبلشوا حياة نهاركم إنه تساعدوا حدا تاني غيركم. يا الله حلو. هاي العالم كله اللي عم بقوله والله محمد الماركتينج تبعيته عظيمة، ايه أكيد الحمد لله اسمنا منيح وكل شيء، بس اللذة إنك وقعتي وجيت على بلد بطريقة تانية ما بيعرفوا تعاليم ديني وما بيعرفوا أمي، بس كل شيء تعلمته من ديني ومن أمي هن بيحتفلوا فيه وبيميزوا للإنسان اللي بيعمله. ولقلك إياها اليوم صارت مثبتة علميا، جامعة هارفرد عملت دراسة بتقول إنك تعمل خير للناس مش بس منيح لإلك، كمان الشيء المربح لبزنسك، لأنه الجاليات والمجتمع بده يساعد بزنس بيساعد العالم عشان هذا البزنس يضلوا ناجح ويضلوا يساعد العالم، وعشان حتى الناس اللي ببلشوا يساعدوا العالم لسبب غلط حتى لو كانوا غيرانين من هالبزنس الناجح برضو النتيجة الإخرانية مساعدة العالم. عندنا نقطتين صاروا people، وهلأ النقطة مرقتها الثانية purpose. نعم. أنا بس عن إذنكم اسمحوا لي بس أعمل مداخلة بسيطة. أنا بشوف دائما في تكامل في الرؤية. إحنا لما بدأنا ندرس project management كنا نحكي للناس اللي بتعملوه أنتم 80% من اللي إحنا حندرسكم إياه، لكن اللي إحنا حنعمله حنفرجيكم الخبرات اللي هي البيست براكتسز اللي تمت في العالم كيف انعملت بأفضل طريقة، وممكن تكون أنتم بتعملوها بطريقة نفسها وبجوز في بعض النواحي أفضل. جدي وجدود جدي لما كانوا يفتحوا دكان ويفتحوا محلات كانوا يدرسوا الأرقام وكانوا يدرسوا كيف يتعاملوا مع الكاستمر والبرودكت وكيف يقدموا أحسن سيرفيسز بالفطرة بتلقائية. بعدين لما صار يتطور الوضع صار مطلوب إنه هذا الأمر يتم تدريسه، فصار في لجوء لوضع النظريات ووضع القواعد اللي تحسن من عمل وتحسن من الأداء وتعلم الناس اللي ما تعلموا يتعلم الناس هذا الكلام. لا يعني هذا الكلام إنه الأمر يتحول إنه هو المعبود. يعني إحنا بجزء أنا بدي أميل شوي لجانب الأستاذ محمد في موضوع إنه في كثير من الناس بيعملوا البيزنس بلان بيعملوا فيزيبيليتي ستادي وبركنوها على أرفف، لأنه هو بحس إنه إذا أنا عملت البلان معنى ذلك أنا نجحت. لا، هو في تنفيذ وفي قناعة وفي قناعة في اللي موجود. بجزء في ناس تستطيع إنها بتلقائية تستطيع بقدراتها الذاتية إنها تبرمج نفسها برمجة كاملة، تحط أهدافها وتدرس أرقامها وتعرف الويكنسز بوينت تبعها وتعرف كيف تتخطها وتعرف الكومبيتيشن تبعها وتعرف كيف تنافس وتعرف الأدفانتج اليونيك بوينت تبعها وتعرف الأدفانتجز تبعها اللي بتقدمها وتركز عليها. هذا بتلقائية وحدها. عمي في الدكان بيعمل هذا الكلام بدون ما يعمل البلان تبعه. في غيرهم محتاج انه البلان تكون امامه وحاطها وماسكها هيك دائما، هو كل ماشي كل يوم الصبح يعمل التشيك
تبعه ويتأكد إنه ماشي بشكل صحيح حتى ينجح. لكن اللي ما بيعمل هذا وما بيعمل هذا أكيد في الأخير مش هينجح، لازم يعمل هاي الطريقة أو يعمل هاي الطريقة. بدي استأذن بس بشغلة صغيرة بس إذا ممكن. تفضل تفضل. دكتورة دعاء وهلا حضرتك كمان حكيتوا عن هذا الموضوع، بدي حذر من شيء اسمه paralysis by analysis. يعني الإنسان قد ما يعمل وراء وأرقام وقد ما يدرس يتعقد الأمور معه لدرجة يخاف منها. نعم. وفي كثير ناس بيضلون يعملوا الحسابات زيادة لتكون كل شيء 100% لدرجة إنه الفكرة اللي صارت بإيديهم صارت قديمة ولا مرة وصلوا للمية بالمية ولا نفذوا الفكرة ولا لقوا وتركوا كتير شغلات بالنص كانوا فيهم ياخدوهن وينفذوهن عشان كانوا عم بيدوروا على شيء إنه يكونوا الفكرة كاملة. البزنس بالتفسير كلمة البزنس والأنتربرونورشيب هي تاخد ريسك. سو في شيء اسمه فومو، إنك ما توصل لشيء لأنك عم دور أحسن شيء. سو بدنا ننتبه كمان إنه ما فينا نقيس 10 مرات لنقص مرة وبعدين نزيد عليهم 5 لأنه ما حنقص آخر شيء، لأنه بكون حدا غيرنا قطع وقص وخلص. عرفت كيف؟ سو بدنا ننتبه في شيء اسمه بالانس وفي شيء اسمه حتتعودوا، مثل ما تفضلت الدكتورة دعاء إنه أنا إذا بفتح نفس البزنس نفس المحل بلندن أونتاريو اضطريت أعمل طرق تانية ليمشي البزنس غير عن تورونتو. سو بدي خلي شغلات أتعلمها أنا وماشي، بس طبعاً 100% الأساس تبع البرودكت نوليدج لازم يكون موجود. والأساس بليز تسمعوا لي، لما نرجع قصة البيبول، لما روح على لندن أونتاريو بدك تعين من أهلها، ولما تروح على أوتاوا بدك تعين من أهلها، ولما تيجي على مسيساغا بدك تعين من أهلها، لأنه أهل كل منطقة بيعرفوها. والعالم بيشتغلوا مع عالم مش مع حيطان مش مع شركات، العالم تتعلق ببني ادمين بالسوشيال النسيج تبعنا. عشان هيك لما يوقف شاب او صبيه عندنا بالبيراميد وحدا يسالهم بنت مين انت او ابن مين انت، حلو يكونوا اولاد جاليتهم اللي بيعرفوهم، حلو يكونوا عرفتي كيف، وطبعا حلو يكونوا الوانهم مختلفه وديانتهم مختلفه والباك جراوند تبعهم مختلف، مثل ما لون كندا، مثل ما رب العالمين علمنا انه العالم بس بقدراتها وبنفسيتها وبنظافتها مش بموين هي ولا ديانتها ولا الصب ديانتها. سو مهم كتير للناس انه ما يقيسوا 400 مرة ليقصوا مرة لانه ما حيقدروا يقصوا بالمرة. صح. دكتورة دعاء كان عندك تعليق، تفضلي. انا يعني طبعا كلام بحترم جدا كلام استاذنا الفاضل محمد فقي، هو كنت عايزة اقول انه مش المقصود بالبزنس بلان والخطة الاستراتيجية الخطة اللي احنا بنحطها على الرف، لا، انا بشجع الاثنين مع بعض، لانه البراكتيكال سايد، بل بالعكس رابينج شولدرز في المطعم ازاي الاكسبيرينس كلها اللي قال عليها استاذ محمد دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وبدونها مش هيقوم البزنس. ولو ما كانش صاحب البزنس ده عنده الابيليتي والويلنس انه يتعلم مهارات جديدة، المهارات الجديدة مهمة جدا، ما ينفعش يعني. أنا بس بحذر من حتة الـ إيه بالعربي كده الفهلوة، إحنا بنيجي في كتير قوي حالات بشوفها، مش بقول إن ده كل حالات الكوميونتي، بس في حالات بتقول أنا هدخل في المجال ده. هسأل سؤال معلش بسيط لأستاذي محمد فقيه، حضرتك إحنا قفلنا ولا أستاذ محمد؟ لا موجودين معك. هسألك معلش سؤال بسيط، حضرتك محمد فقيه السنة دي زي محمد فقيه من 10 سنين زي محمد فقيه من 20 سنة في الخبرة وفي المهارات؟ نو. لا أكيد أكيد. أكيد لا. حضرتك اكتسبت خبرتك على مر السنين من بس الناحية إن أنا عندي فيجنري، أنا فيجنري بيرسون، أنا عندي بفكر out of the box، ولا برضو خلطت العلم بالبراك يعني الثيوري بالبراكتس؟ دكتورة دعاء حقلك فيها هذا الموضوع، هذا الثيوري ما بعتقد أنا معي حتزبط معي، بس يمكن مع كثير أشخاص غيري. لا لك بس خليني أشرح لك لقلك ليش هذا الثيوري ما بتزبط معي، لأنه أنا من الأشخاص اللي اعتمادي مش على محمد، اعتمادي على التيم اللي حواليه. تمام. سو بالتالي
عدد السنين اللي أنا فيه بالبزنس علمني لإلي أكثر، بس ما أثر على بزنسي، لأنه من الأساس الأشخاص اللي كانت ببزنسي نسبة لأول فكرة أعطيتكم إياها اليوم أني أعرف اللي ما بعرفه. سو من الأساس من أول ما بلشت بزنسي عينت ناس بيفهموا ببزنس الأكل أكثر مني. حلو قوي. بس معرفة بزنس الأكل مش هي إدارة الشركة، مش هي استراتيجية تبعيتي الشركة. Okay, that's my point exactly. حضرتك ما اكتسبت حاجات على مر السنين في مجالات كتيرة. لا بس يعني... اسمحي لي دكتورة دعاء. أنا معلش ما زلت بدي أأكد على الموضوع. الكلام اللي بتحكيه أنت صحيح 100%، اللي بيحكيه أستاذ محمد الفقيه هو متشبع فيه، لكن هو بيعمله بتلقائية، الآخرين بيعملوه باي بوك. ولذلك أنا كنت بدي أسأل أستاذ محمد الفقيه، هو السؤال التالي، أنه أنت أول ما بديت بدون فلوس. اليوم اللي بيشاهدنا حيحكي محمد فقيه صاحب باراماونت، أنا جاي أحط راسي في راسه، أنا جاي أخليه قدوة إلي. محمد فقيه قدوة إلي كيف؟ الآن بيحتكم على ملايين، أنا بحتكم على مديونية مقدارها ماينس كذا كذا كذا. اليوم أنا عندي أفكار وبعتبر حالي عبقري لأنه عندي فكرة، لكن وين إذا بفتح جيابي فاضيات. محمد فقيه مليونير وأنا مديونير، فكيف أنا بدي أقارن نفسي وأخلي محمد فقيه قدوة إلي وأنت بشو بيعمل؟ الكلام اللي بحكيه محمد فقيه هو كلام تطبيق عملي للكلام اللي بتحكيه دكتورة دعاء، لكن بشكل واقعي وعملي. طب كيف أنا أشجع هذا الشخص المسكين اللي الآن حاس حاله حاب يعمل، ولكن بجوز منظر محمد فقيه بطل ملهم إله، منظر محمد فقيه صار بخوفه، لأنه محمد فقيه صار بالنسبة إلي موجود في برج كبير، برج عاجي. أما هو الآن لما بيحكوا له محمد فقيه بيحكي له محمد فقيه فين يا جماعة وأنا فين؟ بدي حلقة كاملة على تعليقك على هذه الجمال العشر جمالات اللي قلتهم، بدي حلقة كاملة أنا على الموضوع. أنا عايزة لو بحكي كلمة واحدة بس، أنا كنت فعلا عايزة أقول إنه يعني لو الشخص اللي فاتح البزنس ما عندوش استعداد محمد فقيه، ما عندوش استعداد إن هو يبدأ يتعلم وينمي ويبقى فعلا في الأرض الواقع زي ما احنا بنقول، It's not gonna happen. ما ينفعش نشجع واحد هو أصلا ما عندوش الاستعداد. يعني this is another issue. يعني there should be إنه في رول بالبزنس بتقول you only can do something if you wanna do it yourself. مظبوط. Yes. So أنت فيك توصل الحصان على النبع، بس هو ما حيشرب، ما فيك تجبره، بده يشرب هو بنفسه. 100%. هاي النقطة مظبوطة. خليني أطلع عشان ما أخذ حلقة، هاخذ 3 دقيقة بس لجاوب مظبوط بالموضوع. أول شيء الحمد لله أحد الشغلات اللي أنا معروف عنها بعدني لليوم، اليوم تماما كنت عم قص شاورما ورا الكاونتر، سو ماني قاعد بولا برج، كتف بكتف مع العالم كله، الحمد لله ما في مشكلة أبدا بهالموضوع. تاني شيء كتير مهم إنه لما نبلش بزنس ما نفوت بكومبيتيشن مع موظفيننا، أوكي؟ لأنه أنا من الأشخاص اللي دفعت لموظفين بشركتي أكثر ما أنا كنت أقبض لفترة 4 سنين. سو كان في عندي على طول موظف أو موظفين بياخذوا أكثر من أرباح الشركة كموظفين، وهذه بترجع لقناعتك إنك تعرف اللي ما بتعرفه. وعشان دكتورة دعاء في حلين للموضوع، يا أما الإنسان بيقول بخلي الوقت يعلمني، أو بجيب الخبرات هي تعلمني، بس بنفس الوقت بكون بزنسي ما عم بيطول لينجح على طريق هاي الخبرات. بس أهم شيء تضل الروح اللي أنت كنت حاب البزنس فيها يكون فيها ماشي. سو إذا اليوم أنا بيجيني مثلا البي بي اي، 1,000,000 إجا تعال نعمل $1,000,000 بالبي بي اي، أنا هادي ضد، ما بعرف، ما بحس حالي قادر أعمل مصاري عشان شغلي العالم بعازتها، أنا ما كانت شغلتي، وهلأ أنا بدي استغلها لأنه العالم بعازتها وسأعملها مصاري، بتخالف مع أنا كيف برتاح. ولما أنت تكون شغلك بيبسطك من جوا لسبب تاني غير المصاري، بتنجح أكتر بالمصاري. سو هاي كتير مهم من نقطة فيها. سو أنا بالنسبة لإلي كتير مهمة إنك تعمل شغلك بطريقة ما بتتخالف مع مبادئك وأخلاقك والتربية اللي أنت بتخليك تشوف حالك قدام أهلك يكونوا فخورين فيك وولادك يطلعوا فيك كمثل أعلى. لأنه لما تكون أنت بهيدا المنظار
انك عم تعمل هالشيء بهالحدود انت بتصير مرتاح اكثر، تنام اريح حتى لو ساعات اقل، تشتغل اكثر وتنجح اكثر. بالنسبه للاشخاص بتقول ولا بحياتك تنسى المرايه اللي بتطلع لورا، قد ما كبر بزنسك صبوي عم بيسكر ببعض بلاد العالم 1000 لوكيشن بالسنه، وهن 43000 لوكيشن بالعالم اكثر بزنس حياته كبر. كورونا ما كان حدا بيعرف انها جايه، سو عطول بدك تخلي عينك على المرايه اللي وراك، لانه يمكن مش واحد مضارب 50 مضارب بيجوا بنفس الوقت وبيفرطوا شركه كبيره. سو الواحد بده ينتبه. وثالث شغله واخر شغله برجع بقولها كثير مهم، انه الانسان يتطلع بالاشخاص. كل حياتي من لما كنت صغير اذا شفت سياره حلوه قول الله يبارك له، هات لاساله كيف عملها لاتعلم منه، وكنت كون حساس كيف اساله، وكنت قادر حابب انه اخدم حواليه لحتى اعرف كيف عملها، بس على طول كنت بارك له بهالاسلوب. يا تعلم من الناس هذا شيء مهم أستاذ محمد، وحكتها أعتقد الأستاذة مروة أنه للأسف في بعض أبناء الجالية عندهم الحسد بدل التعلم، يعني بصير بده يطلع على أوكي هذا معاه وهذا معوش. في شيء مهم انحكى من أحد المتابعين أعتقد مجدي حكى عن أصحاب البزنس اللي في بلادهم، بما معناه أنا كان عندي بزنس زي ما أنت حكيت بالجيم ستونز أو whatever في بلادنا، وأنا خلص عندي خبرة، جيت على السوق الكندي أول يوم تاني يوم اشتأجرت بيت بديت أشتغل في بزنس، هل هذا صح أم خطأ؟ هل لازم أدخل معترك البزنس في كندا، أتعلم من اللي بنحكي له Canadian experience، نشوف كيف الناس بتشتغل بتشتري، مش عيب إني أبدأ، ولا شو نصيحتكم لشخص زي هيك عنده كان بزنس في بلاده وحابب ينقل هاي الخبرة والبزنس لأنه هو بعرف فيها؟ تفضلي دكتورة. لا طبعا هو كل سوق مختلف عن السوق التاني خالص. خبرة حضرتك في مجال البزنس هتكون خبرة في مجال التجارة بصفة عامة، لكن ده لا يعني ان نفس البزنس هنقله هنا في كندا هيكون له نفس المواصفات وحقدر انجح بيه. لازم لابد يا جماعه من في عجاله سريعه، انا مش عارف في وقت قد ايه، بس في عجاله لازم ان احنا ندرس السوق كويس، لازم نعرف انه في انواع كتيره من التراخيص والتصاريح وطبيعه الكونسيومر، طبيعه المستهلك هنا غير طبيعه المستهلك في بلادنا، السلعه اللي هتجذبني هنا غير السلعه اللي هتجذبني في بلدي، التسعير هيكون مختلف، كل دي عوامل لازم احطها في اعتباري قبل ما ابدا افتح. ما ينفعش طبعا ان انا اجي واقول لا اوكي، ما ده الاكزامبل اللي انا كنت بقول عليه في الاول، ما ينفعش اجي اقول حط تحويشه العمر كلها في محل وادخل بقلب جامد كده في السوق، لا it doesn't work that way. I think we need to have market study، مش market study paper على ورق، يعني لو حضرتك هتفتح محل شاورما كان عندك محل في بلدك، على الاقل انزل اتكلم مع البيزنس اونرز، رب شولدرز مع الناس اللي في الاندستري، شوف مين الكومبيتيتورز المنافسين ليك. ما عنديش مشكله ان انا عشان افتح اروح اشتغل في اشوف مثلا حد يكون عنده تايكون في الاندستري او ناجح، محله ناجح، واشتغل معاه لمده شهرين ثلاثه سنه اعرف مداخل ومخارج البيزنس وبعدين ابدا افتح بيزنس بتاعي. انا بدي اكزامبل يعني جزافي، بس لازم دراسه ولازم اعرف كل حاجه تبقى اكاونتد فور، لازم التراخيص، التصاريح الكنديه، المعونات اللي بتقدم من الحكومات، البرامج اللي موجوده للمساعده هنا غير البرامج اللي في بلادنا، كل دي اشياء لازم ان احنا توجد اكاونتد فور. اسيب الـ يعني لا يفتى ملك في المدينة، أسيب أستاذ محمد طبعاً يقول لنا رأيه في الموضوع. أستاذ محمد فطيح. أنا برأيي يعطيك العافية، بالعكس يعني اللي خبرتيه مظبوط، الخبرة اللي بيجيبها الواحد معه من بلاده كتير مهمة، بس ضروري يعرف يعني شو فيها بيتطبق هون وشو فيها ما بيتطبق. بس أهم شيء هي عادة 90% من الأشخاص اللي بيقعوا بشغلات قانونية لأنه ما بيعرفوها،
سو مثلا الاشخاص اللي انا لما اخذت بيرمونت كانوا ما بيعرفوا قصه انه دفع التاكسات عن الموظفين من ميلتهم هن، كانوا يدفعوا البيرول تشيكات عادي مباشره للموظف ما يخصموا منه، صاروا هلا بدهم مصاري من الموظف لانه ما خصموا منه. عرفت كيف؟ السي ار اي مثلا جمدت حساب لهم لانه في شغلات اندفعت غلط. سو في مثل ما تفضل يعني مثل ما قلت اول شيء في شيء اسمه انتجريشن للبزنس مثل ما في انتجريشن للاشخاص ليعيشوا. سو انه يصير انتجريشن لواحد يعرف كندا ومنين بيعمل شوبينج وكيف بيستاجر بيت، هاي انتجريشن لشخص ولعائله قبل ما يوصل الواحد ليفتح بزنس. انا برايي كمان سوري دكتوره دعاء بس ما قصدي طبعا انت خبرتك طبعا، انا برايي يشتغل عند حدا بعده اول ما نبلش وعم يتعذب اكثر من شركه كبيره او تايكون، لانه بده يشوف العذاب اللي هو حيمرق فيه. لما يجي واحد على شركه كبيره بيشوفها استابليش بفكرها سهله، بيشوف فيها موظفين، اول شغله بيعملها بروح بيعبي له 5-6 موظفين وبيعيش لعيشهم وهو ما بياكل شيء، وهذا اتسوكي اول سنه بس بيصير عم يتعلم من الشركه اللي راح لها. اذا انا بدي بلش بزنس وخاصه مثل الاسئله اللي عم شوفها بلا مصاري او مصاري قليله، بدي اروح عند حدا مرق بفتره انه جيع بزنسه. انا مرقت علي ايام كتير في الصبح واقول هذا اخر يوم حكون فيه بالبزنس، وبوعدكم مرقت علي ايام لفتره كتير طويله. في سؤال انطرح على سكرين وسوري عم نط على الاسئله من مدام صابرينا اي ثينك، بتقول انه البزنس سمول بزنس بكندا منه مدعوم واكثر شيء الحيتان موجود له. بعدني لليوم العالم اوقات لما ما بعتقد هلا بس سنتين قبل ما يكون ويجي شو معروف، ما عم جرب كل العالم انه ويجي معروف ولا مش معروف، كنت فوت وقول انا محمد انا من البارامونت يقولوا لي اوكي انطر برا لحتى يجي محمد. سو قصة انه لازم الواحد يكون حوت لينجح في ياخذ هيدا القسم، بس في قسم تاني لما تدخلي قلب العالم وتساعدي الشغلات برجع بعيده الموظف البيبل البيربس. اليوم معركة طاقات، في كتير بزنس مع مصاري، في كتير كاش موجود بالعالم عند الانفستر بدهم يعملوا انفستمنت بس ما في أفكار، والأفكار بتجي من العالم. لما تعامل العالم منيح، لما تعامل العالم منيح الموظف اللي أنا بعطيه 75,000 دولار واللي بيعطيه مطعم تاني 75 شركة كبيرة تاني مطاعم 75,000 دولار، ليه بده يكون عند بارامونت؟ بيكون عند بارامونت لأنه أحد شغلاته بحياته بده يعمل سبورت للكانسر سوسايتي، أحد شغلاته أنه أمه كانت بالزمانات هوملس مرق عليها جمعة ما كان عندها بيت، بيشوف بالشركة شيء أكبر من بيع الأكل. أنا بقول Paramount is not a company, is a movement. وبصير بقول لك أنا لا ليه بدي روح على 75,000 عند حدا كل همه الربح، ولا بروح بشتغل مع حدا همه نفس اللي أنا همومي كل حياتي حابب أخدم فيها، وأنا وعم بشتغل وبعمل نفس الشغل عم بعمل شيء للجالية والشيء كتير مهم لإلي أنا شخصيا. أنا ما بنسى في بنت صغيرة عملت lemonade stand لتساعد الكامبين اللي أنا عملتها للإيرانية، وهي بنت أحد المدراء بباراماونت. هذا المدير بباراماونت بحياته مع هالشي ترك باراماونت لأنه من خلال باراماونت ولاده تعلموا يعملوا تشيريتي. سو بالتالي مهم جدا أنه ينعمل البزنس ويندرس بأرقامه وتجيب الخبرات، بس كمان مهم تخلي روحك أنت فيها وتخلي استراتيجية تبعيتك موصولة بشي ما بحياته الحيتان بيقدروا يشيلوه. اليوم في انترفيو طلعت هديك اليوم عم بيقولوا كيف هلأ الناس الكبار ديلويت والسي اي اوز عندهم مشكلة بسي اي اوز مثل محمد فطيه، لأنه صاروا شركة تبعوا ديلويت عم بيقولوا لهم بدنا إياكم تعملوا أكتر مع المجتمع لنربح. سو صار هلأ أنا عطول بقولها وحخلصها كلها 3P لتاخذ الرابعة P: People, Purpose, Planet if you want to end up with a profit. People, purpose, أول شيء الناس تبعوا لك، تاني شيء الكوميونيتي تبعيتك، تالت شيء البلانت تبعيتك، ولحاله البروفيت. طيب
معلش تفضلي دكتورة دعاء، عشان انا عندي سؤال للاستاذ محمد فقيه، فتفضلي انت علشان تاخذ الدور. لا انا بس بسرعه جدا عايزه اقول، عايزه ارد على سؤال مدام صابرين، انه في الحكومه بتدعم برضو الكنديه، بتدعم بثلاث مستويات ليها، تدعم المشروعات الصغيره ومتوسطه الاجل، وفي برامج متخصصه في الحكومه، في بزنس انكيوبيترز، في انتربرايزز ممكن تخلي تبدا معاكي من اول دراسات الجدوى، من اول ما يكون عندك فكره انك تبداي. في كتير قوي منظمات بتدعم المراه وبتدي قروض للمراه، سواء قروض ماليه او قروض عينيه. عينيه يعني ممكن هتفرشي مكتب مثلا، تفرشي الايكويبمنت بتاعت المكتب. في بزنس انكيوبيترز، في بزنس يعني بنسميها حاضنات للاعمال الصغيره. الحكومه بتحتضن عندها برامج على الثلاث مستويات، سواء المنسيبال او البروفينشال او الفيدرال، وطبعا ده مجاله كبير قوي. لو عايزه اي معلومه فيها انا تحت امرك نتكلم بعد كده، يعني ده هياخد وقت كتير. فاتفضل حضرتك استاذ محمد. انا بس بس بدي اعطي تحيه لفي الشيف ويليام الدبيسي، هلا حط كومنت. هذا احد الاشخاص اللي بنوا باراماونت. هذا احد الاشخاص اللي بنوا بشركه باراماونت معي، من الاشخاص اللي اجى من الخليج عشان يكون بباراماونت، وهذا من الاشخاص اللي بيعتبرون اهم مني شخصيا بقلب الشركه. اهلا وسهلا فيك. طيب. استاذ محمد، انا حقيقه في الكلام هذا كلام كثير فيه اشياء جميله وحلوه، وبجوز البعض لما يسمعها يحس انه بيتكلم برومانسيه وبيتكلم بشيء متقدم عن يعني الحس المادي اللي احنا بنعيش فيه في ايامنا هذه الايام يعني. وبعدين ممكن يحكي لك يا اخي سلمني باراماونت وحتشوف، انا مش حتبرع بس للجاليه فقط، انا حتبرع للجاليه والجاليات كلها اللي حولنا، لكن اول شيء كيف ابدا. اللي انا لاحظته استاذ محمد انه صاحب البزنس ما انت من خلال الحكايه اللي بدأت معنا فيها، كيف كنت انت يعني تختار وتقتنص الفرص؟ يعني هذا حس بجوز هو الحس اللي بيخلي من محمد فقيه شخصية مختلفة، بيخلي محمد فقيه انه ما كان يدور على وظيفة وكان ينتبه لانه يكون صاحب اعمال مش عمل واحد. شو هو اللي بيخلي محمد فقيه يعتبر انه هذه الفرصة جيدة وهذه الفرصة غير جيدة؟ الآن بتحكي إنه الميديكال سبلايز لما عرضت عليك حكي this is my area this is not my area، أنا مش هدخل فيها. أكيد الأمر أنا ما بدي أدخل، أنا عاجبني إنه أنا اليوم بتكلم يعني بجناحين two wings، wing بيتكلم على الأمور by book، wing بيتكلم على الخبرات الواقعية العملية اللي عاشها وتعامل فيها بالخبرة الشخصية الذاتية وصقل فيها التجربة الذاتية. اليوم أستاذ محمد فقيه لما بينعرض عليه بزنس أو بتنعرض عليه فرصة، كيف هو بيحلل إنه هذه الفرصة مناسبة ولا مش مناسبة، يأخذها ولا ما يأخذها، يدخل فيها ولا ما يدخل فيها؟ هذا ممكن يساعدنا في إن نقرب الصورة لكثير من الشباب اللي هو عنده أفكار كثير وبينعرض عليه كل يوم أشياء وفي شيء جزء من تخصصه. وخاصة بدي أربط لنقطة مهمة حضرتك حكيتها، إنه في ناس بيستنى لحد ما يقتنع، مش 100%، لحد ما يقتنع 1,000,000% وبكون غيره صار وخلص الموضوع وبكتمل وعامل فيه 3-4 بيزنسز أصلا. فكيف أوازن بين الأمرين وأقتنص الفرصة وأحللها بسرعة وأدخل فيها وأغتنم بفرصتي؟ أول شيء ثلاث نقط. أي حدا بيفكر إنه هذا الحكي رومانسي بيكون بعده ما فهم غمق البزنس قديش، لأنه ياما أشياء بتصير بالبزنس، كل البزنس بيصير فيه أغلاط، كل البزنس بيصير فيه مشاكل. العلاقة بينك وبين الزبون، العلاقة بينك وبين الموظف، العلاقة بينك وبين السبلاير، العلاقة بينك وبين صاحب الأجار، هي اللي بتحكم كيف هذا الشخص بيتعامل مع البزنس تبعك. وياما هاي العلاقة الحلوة اللي أنا عم بحكي عنها اللي هي تسمى رومانسية، هي اللي بتخليك توفر على حالك كتير. سو نرجع لما بدأنا القديم اللي برجع بقولها، اللي تعلمناهم عند أمي وأمك وعند الكل، إنه الكلمة الحلوة بتمشيك 5 كيلومتر والكلمة العاطلة بترجعك لورا 5. عرفتي؟ سو العلاقة الحلوة مع الجيل، العلاقة الحلوة مع موظفك بيخليك يشتغل حتى إذا طر شوي زيادة، يعطيك أكتر بس يكون هو مبسوط لأنه حس البزنس لإله.
هاي كتير مهم الشغلة. برجع بعيدة اليوم خسارة الموظفين، لما أقول البيبول العالم اللي عنده بزنس بتوظف كتير، كل ما تخسر موظف بتخسر $100,000. انت بتقول باين بديله وشو بدي فيه، مش مهم. مهم كتير، مهم كتير، لأنه كل ما يطول ببزنسك صار البزنس لإله. أنا بشارتك أنه ويليام وولاده بيحسوا البارامونت لإلهم أكتر من إليه، وبيخدموا البارامونت قد ما أنا بخدمه أكتر، وبيبقى هو بيبعتني لإلي على البيت. سو هايدي كتير مهمة، منا رومانسية بثبتها على الأرقام. اهتمامك بالعالم وبالجالية بثبت لك إياه على الأرقام، هي مش بس الشيء المنيح اللي بتعمله، الشيء الأربح اللي بتعمله. هاي أول شغلة. سو استراتيجية البزنس كيف بنقي إذا بزنس منيح ولا لا. وأنا بالنسبة للكمامات ما بفت، لأ أنا عندي شركة روفينج، عندي شركة عمارة الحمد لله، ما بيشتغل بس بالبارامونت. العالم تعرفني من البارامونت وأنا بتشرف فيه طبعا، لأنه ببلش بيميز الجالية العربية وأثبت أنه المهاجر قادر يوصل ليحط اسمه على مدينة رياضية مثل مدينة مساقة اللي اسمها بارامونت فاين فود سنتر. ولأنه الأكل بيجمعنا بجميع خلاف ديانتنا، سو عن طريق الأكل قادر كنت وصل صورة أفضل للحلال، صورة أفضل للجالية العربية بالمجمل، الميدل إيسترن بالمجمل، وبالعامة المهاجرين عن طريق الأكل بتقرب لقلوب العالم طبعا. بس البارامونت منه البزنس الوحيد اللي عند محمد فقيه. وكمان ما بفوت ببزنسز ما بعرفها. أنا مين ما بفوت ببزنس؟ أنا لما فتت على بارامونت ما كنت بعرف بقلي بايضة، عرفت كيف؟ بس القصة إنه أهم شيء البزنس يكون له معنى عندي أكتر من بس قصة الربح. اللي بسطني ببارامونت مع أني ما بعرفه هي وقفتي على الطاولات مع الزباين، كنت أعرف أمتى هذا بنته حتخطب، وأمتى حيخلفه، ومين حيجي، وأمتى جاي أولاد حميته من مونتريال ودبر لهم أكل، ووقف أنا على الطاولة لرحب فيهم. هذا الحب، وهيك لما أنت تحب اللي بتعمله ما بتحس حالك عم تشتغل ولا نهار. سو منه حكي رومانسي، هذا حكي فعلي على الأرض. مش حدا يجبرك تيجي على الشغل، انت مبسوط تيجي على الشغل. سو انا بلاقي الفرصة هي عبارة عن كيف في شيء اسمه مثل ما تفضل الدكتورة دعاء، اليوم بارامونت معروف انه بيعمل شغلات بطريقة معينة، ونحن اليوم اي شيء بيعرض علينا بيحطنا بنفس الصورة اللي بتكمل جالية المهاجرة، جالية العربية، جالية المسلمين، جالية المسيحيين العرب، جيلتنا كلها بخلالها سوا. خاصة أنا مسلم وبتشرف أني مسلم كندي، كتير بتشرف، بس كمان بتشرف بالمسيحيين الكنديين، بتشرف بالكنديين كمجمل. بس أي بزنس بينعرض علي ما بيحطني بنفس الصورة اللي أنا بعرفها، أنا ببعد عنه حتى لو في مصاري. أما الأفكار التانية هي عبارة عن أفكار في دخلها باستراتيجية تبعيد بزنس تبعيد البارامونت، اللي كيف محمد فقيب نوع بزنس بتسمع محمد فقيه فات بهذا البزنس، بقول لا ما بعتقد محمد بيقبل يفوت بهذا البزنس، عرفت كيف؟ سو بده يكون بخلال هالشيء. اما قصه الفرص، انا بعطيكم ثلاث شغلات كمان مهمه جدا. اول شيء قد ما فيكم بتعملوا مصاري لما تشتروا مش لما تبيعوا. سو اشتروا منيح، لما تشتروا ارض اشتروها بسعر منيح، ما تقولوا بكره لما بيع بربح، تربح انت وعم تشتريها. لما تشتري بضاعة للأكل بتربح أنت وعم تشتريها، لما تعمر محل بتربح أنت وعم بتعمره، لا تعمره مرتب بس مكلف أقل. سو هي أحد النصائح اللي أنا عطول بمشي فيهم، عرفت كيف؟ والفرصة هي عبارة عن شيء عطول جديد. بس اليوم نحن بعصر مثل ما قلت لك ب12 دقيقة كل شيء بينعاد. سو بالتالي أهم شيء بده يكون عندك استراتيجية الأبروتش تبعية البزنس اللي بتخلي العالم تيجي معك. يعني ما شاء الله لقاء متميز. أستاذ محمد أنا بحكي كلمة، إنه إحنا لم نمل منك ولا الجمهور مل منك، وأكيد لازم نستضيفك في حلقة ثانية لأنه ما انتهينا. استفدت منك كتير اليوم، وأنا كتبت بعض النقاط مش بس منك، اللي برضو حكوها المتابعين عنك. معلش اعذروني خليني أقرأها طويلة شوية، يمكن صفحة بس نقاط سريعة. أول إشي محمد عنده متابعة شخصية للبزنس، عنده اعتماد على بناء الفريق أكثر من بناء البزنس، عنده تواضع
بيشتغل مع عماله بإيده مش هو الرئيس، عنده عطاء لعماله وعوائلهم، بدير العمل بيده ولا يعتمد فقط على الآخرين، عنده ملكة. أعتقد أحد الصديقات كتبت أنه عندك ملكة في البزنس وهي مهمة جدا. مثابر، خبرة عملية، يعطي لله. كتبت عنك خولة أنك بتعمل إفطار في رمضان وعندك كيس الخبز هذا اللي خده معاك أنت وطالع. خولة من الأشخاص اللي بعتبرهم من عائلتي، مش من بس من الناس اللي بيدعموا فارامونت أو بيبي، بس يعني ما شاء الله عنا صار دعمتنا من لما أنا كان عندي 4 طاولات بأول مطعم ما في غيرهم. ما شاء الله. طبعاً ملهم، ملهم في عمله، عنده اهتمام بالمتابعة والاستمرارية، لا يحسد الآخرين. في مروة كتبت لك أجدع ناس، عرفت إنها مصرية يعني. لا مروة، مروة مروة كمان من الأشخاص اللي نعتبرهم من العائلة. مروة ما شاء الله على طول بتدعم، وكثير من الأشخاص اللي أنا بتشرف فيهم. الله. في واحد كتب لك عجينة ذكاء ولماح، صاحب أفكار وإبداع، منك أخذت أنا people purpose plan you will get the profit planet. العلاقة planet يا العلاقة الحلوة والكلمة الحلوة. في الأستاذ ماجد حكى إنه يدير فريق العمل ويترك فريق العمل ليدير العمل. شيء مهم استفدته منك، الربح بالشراء وليس بالبيع. صح. فأنا حاولت ألخص، كنت مستمع أكثر من، لأنه الواحد بتعلم كثير من قامات زيك وزي الدكتورة دعاء. نتشرف فيكم، بدنا نعطيكم يعني. أنا بقول لك لن يمل ولم يمل، ولكن للأسف وقتنا داركنا، وأنا عارف إنه رمضان وكل واحد عنده أموره، فبدنا نعطيكم آخر دقائق دكتورة دعاء. أستاذ محمد، تعطونا دقيقة من وقتكم للجمهور اللي بتحبوا تحكوا نصائح أخيرة. دكتورة دعاء تفضل. تفضلي دكتورة. طبعا أنا تشرفت جدا بوجودي معاكم، وتشرفت بوجودي مع أستاذ محمد فقيه النهاردة. ونصيحة لأهل بلدي وأهل بلدنا كلنا، الكوميونتي بتاعتنا، أي حد يكون مقبل على بيزنس ما تخافوش. الهارد وورك، العمل الدؤوب، السعي، الشغل، إن إحنا نعرف مصدر المعلومة، ندور على المعلومة، يبقى عندنا روح المثابرة دايما والصبر. البلد هنا، مجتمع الكندي، مجتمع مفتوح والكومبيتيشن فيه عالية، لكن نماذج النجاح كتيرة ومشرفة، وبالصبر هنوصل اللي احنا عايزينه. وطبعا مع عدم التخلي عن مبادئنا وعن عاداتنا وتقاليدنا. ودايما يمكن هاخد من كلام الاستاذ محمد فقيه واقول ان احنا، انا شخصيا بعمله، انا شخصيا على يعني على وورد فيجن، على سكيد العمل التطوعي مهم جدا، مش بس النصيحه لاخواتي واخواتي اللي هم مش جم في الاول، لا جينا وابتدينا واستابليشد اور سيلف لحد معين، نبدا في مرحله ان احنا نرد تاني اللي حصل ده للكوميونتي، نبدا في مرحله العطاء، نبدا في مرحله المساعده. وده كله يعني بيبين عاداتنا وتقاليدنا، مش بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا الاصيله اللي احنا فيها. وبشكر استضافتي جدا، وتشرفت جدا بوجودي معاكم، واي حاجه انا تحت. تسلمي استاذ محمد. ثانك يو دكتوره، ولكم تنيتكم طبعا محمد والدكتور. انا اللي كمان تعلمت منكم كثير اليوم، وان شاء الله يعني انا على طول جاهز لاتعلم واتسمع. رسالتي للجميع بقول اول شيء، كونوا عن جد فخورين من مطرح ما نحن جينا كلنا، بس مش بس من بلدنا، كونوا فخورين. يعني العالم اوقات بتشوف عالم بتغير اسمه من محمد لمايك ومو، من بلال لبل. بلد كندا هي بلد اللي بتحتفل بالبني ادمين من مطرح ما هن، لانه هيدي الالوان المختلفه هي اللي عملت هاي البلد، وهي اهم شيء.
ادرسوا بزنسكم قد ما فيكم. جاليتنا وكثير ناس جوعانه، جاليتنا مش جوعانه بس جاليتنا بيعازي لملكم ولنجاحكم، وفي كثير ناس جوعانه بالعالم، حرام نكب المال على الفاضي. بس كمان بليز ما تاخذوا افكاركم الحلوه معكم وما تعملوا فيها شيء، هاي شغله كثير مهمه. اخر شغله، بتمنى لكم رمضان كريم، بتمنى لكم انه تصلوا وضلكم باتصال معنا، لانه احنا كلنا سوا بنكون اقوى. اذا عندكم كلمه منيحه بتعلينا قولوها، واذا عندكم كلمه عاطله خبروها للشخص نفسه بالسر، لانه احنا ما قلنا الا بعضنا ونصير اكثر واحسن مع بعضنا. انا بعرف اني انا مقصر مع جيلي بأوتاوا، وبتمنى اكون اكثر هونيكي، بس انا بتشكركم على اللقاء. انا خاصه الدكتور صار فتره، دكتور جمال صار فتره حابب وجه بوجه نكون لنا لقاء، استاذ محمد والدكتوره انا تعلمت منكم كثير، سو بتشكركم جميعا. رمضان كريم، وبليز بليز اللي عم يتسمعوا ما تخافوا تجربوا بالبزنس، وكل ما توقعوا مره تذكروا حتوقعوا سبع مرات قبل ما توقفوا مره، وكل ما توقعوا مره بعد في مره اقل حتوقعوا لتوصلوا للنجاح. شكرا لكم جميعا. انا الحقيقه زمان لما كنت اناقش بعض الاصدقاء في مين هو اللي يعمل البزنس، فكان البعض يحكي اللي هو السيلز مان هو اقرب واحد واقدر واحد يعمل بزنس، اللي كذا اللي كذا. فكنت احكي لهم اللي ممكن يعمل بزنس هو الشخص اللي عنده رؤية لبزنس معين، لفكرة، لأيديا حقيقية، ويستطيع أنه يحولها بشكل عملي على أرض الواقع. لكن اليوم بعد ما قابلنا الأستاذ محمد فقيه، كمان في شيء لازم نضيفه ونأكد عليه، أنه يكون لسانه قادر كمان على أنه يستقطب ويستوعب الناس. والحقيقة بهاي الطريقة هو جمع البزنس ديفلوبمنت أريا والسيلز بيبل والناس اللي بيشتغلوا في الاوبريشن مانجمنت، وهدول الثلاثه اجتمعوا في هاي الثلاث عناصر اللي نحكي فيها اليوم، تجسدت حقيقه اليوم في هذا الشخص. ولذلك انا لا استغرب انه يستطيع يقتنص الفرصه بلمحيه وبسرعه، وبسرعه يطبقها، لانه السرعه بالنسبه له تايم از ماني. وحقيقه اليوم انا بقول احنا لم نستطع ابدا ان نغطي كل ما نريده، واتمنى انه ناخذ وعد للقاء قادم ونستكمل فيه أشياء كثيرة، ولسه في جعبتنا الكثير. والحقيقة أنه بجوز تكون هذه الحلقة من أكثر الحلقات مشاهدة وتفاعل من الإخوة، علشان نعرف بس نقطة مهمة، العرب الموجودين في كندا، الكنديين العرب ليسوا عاجزين ولا كسالة، وإنما يبحثون عن أحد ينير لهم الدرب. والحقيقة يا أستاذ محمد ويا دكتورة دعاء، هناك الكثير من الناس الذين يضللون وهم يحملون كشافات الإنارة، ولكنهم في الحقيقة يضللون الآخرين. فلما الإخوة يشوفوا أحد ممكن ينير لهم الطريق بإخلاص وبصدق وبدون بخل بالمعلومة ولا بخل بالعطاء، يعني يتمسكوا فيه، وهذا واجب أنا بتركه عندكم حتى يعني تشرفونا في لقاءات قادمة نستكمل فيها باقي المحاور اللي لم نستكملها فعلا بسبب الكلام الحلو اللي أستاذ محمد يعني أعطانا إياه وحطنا فيه، وحسينا إنه يعني دخلنا في كنوز محتاجين نغتنم منها ما نستطيع. طبعا أنا باسم كنار تي في حابب أشكر مرة تانية الأستاذ محمد الفقيه والدكتورة دعاء على حضورهم معنا، وصراحة كلاهما يعني أول ما بعتنا لهم مسج بدنا نستضيفكم بدون أي تردد قالوا أوكي. ليش؟ لأنهم عارفين أنه ممكن واحد من هالجمهور يبدأ بزنس ويقدر ينمي حاله وينمي المجتمع، وحيكسبوا إن شاء الله في أجر وحسنات إلى يوم الدين، وهم مش عارفين يمكن. فما فعلتوا اليوم هو فعلا شمعة بدأت فيها لإنارة طريق، يمكن واحد، يمكن عشرة، يمكن ألف، لكن إن شاء الله هتؤجروا فيها عند الله سبحانه وتعالى. نشكركم شكر جزير باسمنا وباسم جميع المشاهدين اللي كانوا معنا وأحبوكم اليوم، وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة. بنذكركم بحلقات غدا إن شاء الله الثلاث اللي زي ما وعدناكم، الساعة 6 رح نكون مساء معكم، الساعة 7:30 البث مباشر لقراءة قرآن وأذان المغرب، والساعة 10 إن شاء الله رب العالمين رح يكون في لقاء مميز. خليكم معنا غدا وتصبحون على خير، ورمضان كريم.
رمضان كريم.